انا مليون مره قلت لك لا تمسك كيف بدي طالع معي. شوف المنظر، سخن لي اشوف، سخن الصحاب. هاي منظر بنت، هاي شو عامل؟ استغفر الله العظيم. بس يا جماعه انا ليش عم اصلي يا جماعه؟ يا رحيم والله عراش، شلونك انت؟ والله الحمد لله. وينك سايمان؟ بين الشغل ما شفتك يا زلمه. والله شويه اغراض كان خربانه ببيت، كنت عم صلحها، مشغول بهي الشغلات. لا تخصني، اخذت اذن من المعلم انا لهيك تاخرت شوي. فان شاء الله هاليومين يعني بكره او بعد بكره باذن الله نازل على الشغل مره ثانيه ان شاء الله. ايوه ايه شو عليه؟ ما في مشكله، يلا نحن عم نستناك بالشغل. ماشي خيوعك الحال، بدك شي مني؟ سلامتك سلامتك، بكره بشغل او بعد ان شاء الله. يلا سلام. شو شفتي مني؟ خانقني كل يوم، ما بتلبسي هيك، ما بتعملي هيك، ما بتطلعي هيك، ليش؟ لأنه أنا ما بحب هيك، أنا ما هيك عقلي، ما بتحمل. أنا مليت. طب مليت. شو بدك؟ ما عاد بدي إياك، مليت. كرهت اللبشة معك كلها، بعد كلها سنين كرهتي؟ إيه ما بحبك، أنا مليت، بدي تطلقني. بس هذا غلط. كل شيء بينحل. مليت، انا مليت منك، طلقني. ما عاد بدي اياك، طلقني طلقني. ما بتفهم؟ اذا انت ما عاد بدك ياني انت حره. الباب قوة جمل، الله معي، انت طالق. ايه واقفة؟ سكر سكر الباب وفوت سكر. فوتي بريكي فوتي. وين وشي؟ جبته كتابنا؟ صحت له صحت له على بشي. تعي بريكي يلا تعي بريكي. لك وين؟ وقف عندك، لما يجي الشيخ رح نحكي. شيخ لك امشي معي لعندك، تعي شوف، تعي تعي دورتك. هيك نفس بعد شو اسمه على عالم. ليش سويت معي هيك؟ انسي لو شي راح شي راح، خلص صار ومشي. شو؟ وينه الشيخ؟ لهلا ما اجي. اه؟ أنا شيخ. شو؟ ما رح نكتب كتابنا رح نتزوج؟ لك لا، شو عم تحكي انت؟ شو نكتب كتابنا؟ ماليني ماليني بالله اتجوز انا، لسه بكير، لساتني صغير، الله يكبرني. عم تضحك علي؟ ترك جوزي من شانك. انا مالي ناوي اتزوج لهيك، بكره مثل ما تركتي بتتركيني لي كمان، مشان هالشي انا مالي حابب اتزوج. شو؟ شو عم تحكي؟ انا حبيتك، انا تركت جوزي علشانك. لك بلا تركت بلا بطيخ، حلي عني يا، انا ما بدي اتجوز ولا شيء، حلي عني. انت عم تقلعني؟ انت عم تقلعني؟ لك ايه عم قلعك، روحي انقلعي يا بابا. يلا انقلعي. مسكي شنطتك معك لهون، هذا البيت ما بتدوسي، فهمانة؟ يلا الله معك. ماني مصدق عيني، مرتي طليقتي وأعز أصدقائي بيت واحد، تركتيني كرمالي.
هذا هو تركتيني كرمال؟ وانا عم قول ليش تغيرتي علي اخر فترة؟ وانا عم قول وانت يا خاين يا عواطي يا حقير عم بتخونني؟ انا وثقت فيك بتغدر فيني بتطعن بظهري؟ انا اعتبرتك اخ هيك بتعمل فيني؟ ما عرفتك هيك واطي وخسيس. لا لا يا محمد خلاص ولا كلمه. واحد واطي وخسيس ولا كلمه. سامحني محمد انا اسف. انا شو بتسامحني؟ سامحك؟ سؤال، لو ولا معك كاسه وكسرناها بالارض ورجعتي للميديه وحطيتي لها لزقه جرح بترجع مثل ما كانت شيء؟ اكيد لا. وهذا نفس الشيء، كسرتيني، كسرتي قلبي، وهلا عم تحاولي بكلمة آسفة تزقيب لزقة جرح ما راح يطيب ولا راح يتصلح ولا حتى راح يرجع مثل قبل. وخاينة مثلك ما بتلزمني، طلقتك طلق واحد، هلا راح كملها على ثلاثة، أنت طالب الثلاثة، ما عاد بتلزميني أبداً.